قال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور عبد الله السند أن الوضع الصحي في البلاد مستقر ولا يدعو للقلق، لافتا إلى أن الوزارة تراقب عن كثب الوضع الصحي داخليا وخارجيا قبل وأثناء وبعد جائحة كوفيد 19. أوضح السند إلى وجود تواصل ما بين الوزارة والمنظمات العالمية بهذا الشأن، لافتا إلى أنه تم رصد ارتفاع للحالات في بعض المناطق حول العالم ودول الخليج بما فيها البلاد، موضحا أن الوضع في المستشفيات لا يدعو للقلق من ناحية العناية المركزة أو الأجنحة، لافتا إلى أن العناية تخلو من أي حالة ولله الحمد. دكتور عبد الله، بعد التحية، ضعنا بصورة عن الحالة الوبائية في البلاد. نعم، مساكم الله بالخير. بداية يعني أود أن أطمئن أن وزارة الصحة تقوم بشكل يومي وحتى قبل جائحة كوفيد 19 بمتابعة الوضع الصحي العالمي والإقليمي وحتى الوضع الصحي داخل دولة الكويت، ومما يدعم الاطلاع على الوضع الصحي العالمي والإقليمي هو العلاقة الوثيقة بين وزارة الصحة وبين الجهات العالمية المختصة، وهذا الترصد والترقب للوضع الصحي العالمي هو جزء من واجبنا المهني المنوط بنا. ومن خلال الاطلاع على الوضع العالمي وجدت هناك زيادة في الإصابات في بعض المناطق حول العالم، في آسيا وفي بعض المناطق الأوروبية وفي أمريكا الشمالية كذلك، عندنا كذلك في المنطقة بما في ذلك دولة الكويت رصد يعني أو رصدت نفس الملاحظة. الزيادة اليوم هي في عدد الإصابات أي الحالات الإيجابية، ولكن يعني أود أن أطمئن أنه حتى الآن لا يوجد ما يدعو للقلق، والأمور ما زالت وستكون بإذن الله تعالى وفق نطاق السيطرة. نعم، الدكتور عبد الله السند المتحدث الرسمي وزارة الصحة، رسالة توجهها للمواطنين والمقيمين على حد سواء. نعم، مثلما ذكرنا أن الوضع السريري داخل المستشفيات يعني لا يدعو للقلق، وفي نقطة جدا مهمة وهي أن حالات الدخول إلى الأجنحة أجنحة كوفيد 19 خلال 24 ساعة الماضية جميعها كان من فئة كبار السن. هذا بحد ذاته يضع علينا جميعا مسؤولية حمايتهم في المجتمع، سواء في المساجد أو في التجمعات العائلية أو حتى في الأماكن العامة. إذا أردت أن أختصر النصائح فهي بضرورة إذا شعر الإنسان بأي أعراض أو علامات الإصابة بأي مرض تنفسي معدي وليس بالضرورة كوفيد، علينا أن نعتزل الآخرين وألا نعرض الغير لخطر احتمالية نقل العدوى، لا سيما ونحن في موسم صيف حيث النوادي الصيفية والسفر والتنقل وكذلك موسم الحج. يعني هي عادات صحية سليمة، هي عادات صحية سليمة اعتيادية علينا تطبيقها في حياتنا باستمرار لضمان دوام السلامة للجميع، ونسأل الله أن يحفظ الجميع ويديم على يعني هذا البلد الطيب ومن عليه الأمن والأمان والسلامة والاستقرار. نعم، دكتور عبد الله السند المتحدث الرسمي بوزارة الصحة، نسأل الله أن يحفظنا وإياكم الجميع من كل مكروه وسوء. شكرا جزيلا لك.